بسببها اتأسست الولايات المتحدة الأمريكية بشكلها الحالي، بسببها تم إنهاء هيمنة الدولة العثمانية في الشرق الأوسط، بسببها تم احتلال فلسطين واغتصاب أرضها، بسببها أصبح هناك ما يعرف بإسرائيل. إنها بريطانيا العظمى، أكبر لص في التاريخ. والنهاردة هكشف لك جانب جديد ومثير عن بريطانيا، وإزاي تحولت من جزيرة صغيرة في أوروبا طبعاً إلى إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس. المؤرخ الاسكتلندي نيل فريكسون في كتابه كيف صنعت بريطانيا العالم الحديث قال إن الإمبراطورية البريطانية كانت متأخرة عن باقي الممالك الأوروبية، يعني في الوقت اللي كانت فيه بريطانيا بتعاني الفقر والجوع كانت إسبانيا والبرتغال من أقوى الإمبراطوريات. وهنا المؤرخ الاسكتلندي وثق الحل السحري اللي هتتبني عليه بريطانيا وهو القرصنة، يعني الإمبراطورية البريطانية بدأت بالسرقة. وهنا إحنا مش بنتكلم عن سرقة تقليدية، إحنا بنتكلم عن القرصنة والسطو المسلح على سفن الممالك الأخرى ونهب كل ما تحتويه من كنوز. طب هنا أنت ممكن تسأل إيه المشكلة؟ ما الكنوز دي أصلاً مش ملك إسبانيا ولا البرتغال، لأن كلنا عارفين إن هي مسروقة من الدول اللي استعمروها. بص عندك حق، لأن في القرن ال17 أصلاً السمة بتاعته كان اللي يسرق أكتر بتكون ليه السيادة، علشان كده بريطانيا إدت شرعية لقراصنة البحر وبدأت تدعمهم علشان تفرض نفوذها على المنطقة، لأنها كانت شايفة إن السيطرة على مفاتيح التجارة العالمية هتحولها من مجرد جزيرة إلى إمبراطورية، وده معناه إن هي هتدخل في حروب مع كل الممالك المحيطة بها، وقد كان. وهنا هنقسم دوافع المملكة البريطانية للسيطرة على العالم، وأول حاجة هي شهوة الأكل. سلع زي السكر والشاي والقهوة والتوابل هي اللي دفعت بريطانيا لغزو العالم، يعني بسبب التوابل قامت حروب طاحنة بين هولندا والبرتغال وأسبانيا وبريطانيا، وانضمت بعد كده فرنسا. وطبعا الحروب دي ما كانتش في أوروبا، أو إحنا هندمر بلدنا ولا إيه؟ الحروب دي كلها كانت في آسيا حيث الخير والموارد الوفيرة. بعد الحروب دي قدرت بريطانيا تفرض سيطرتها على آسيا وتنهي على وجود كل الممالك دي، وتبقى هي القوة الاستعمارية الأكبر هناك، وتقدر تحقق رغبتها في الهيمنة والنفوذ. وبعد بسط النفوذ بندخل على الهيمنة السياسية، وده بيظهر في القرن ال18 لما بدأ النفوذ الفرنسي في الصعود مع وجود شخص بيمتلك أحلام توسعية زي نابليون. وهنا قرر البريطانيين محاصرة النفوذ الفرنسي من خلال التغلغل في المجتمع الهندي والسيطرة عليه وبناء أكبر مستعمراته في الخارج. ومن اللحظة دي نقدر نقول إن بريطانيا أصبحت قوة دولية لا يستهان بها. أما القرن ال19 كان نقطة تحول فارقة في تاريخ الإمبراطورية البريطانية، لأن الفترة دي إدارة البلاد أصبحت تحت سلطة مجموعة موظفين مدنيين أكفاء، وده طبعاً كان مختلف تماماً عن عالم القرصنة وتجارة السلع والعبيد وكمان المبشرين اللي كانوا مسيطرين من البداية. لكن في وسط كل ده كان في وحش كبير بيهدد الإمبراطورية البريطانية، وهي ثورات الشعوب اللي بريطانيا محتلة أرضها، وبسببها بدأت شمس الإمبراطورية في الغروب بعد 414 سنة من الهيمنة. ما انت لازم تعرف ان الإمبراطورية البريطانية بدأت من عام 1583 وانتهت عام 1997. طبعا كان في سبب تاني مهم، وهو ظهور قوة اخرى في المنطقة. ألمانيا طبعا كانت المنافس الجديد، ثم أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية اللي ضغطت على بريطانيا من أجل التخلي عن مستعمرتها. وطبعا خلال هذا التاريخ الطويل من الاستعمار والنهب ومحاولات فرض النفوذ بالقوة، أكيد كان في ضحايا ومجازر حاولت بريطانيا إخفائها بكل الطرق. مثلا دائرة المحفوظات الوطنية في لندن أفرجت عن وثائق سرية كشفت إن السلطات البريطانية أتلفت عن عمد بعض ملفات الجرائم الاستعمارية، وده لمنع وقوعها في إيد أنظمة ما بعد الاستقلال، يعني علشان محدش يطالبهم بأي تعويضات أو يكونوا محل مساءلة دولية. لكن أكبر الفظائع واللي أكيد من الصعب إخفائها هو اللي حصل في الهند. فبحسب دراسة تم نشرها سنة 2022 بتقول إن تم قتل ما يقرب من 165 مليون شخص في الهند من عام 1880 إلى عام 1920. 165 مليون قتيل في 40 سنة بس، يعني أكتر من إجمالي عدد قتلى الحرب العالمية الأولى والثانية. ده غير تريليونات الدولارات اللي اتسرقت من الهند والشرق الأوسط والمستعمرات الإنجليزية في أمريكا الشمالية. وطبعا ما ينفعش ننسى السرقة الأكبر في التاريخ، وهي سرقة أرض فلسطين، وما خفية كان أعظم.